هرجع مع حضراتكم لاحتفالات قدرون باختلاف اللي أقيمت منذ أشهر. كان في كلمة مهمة في الحقيقة لأحد أبطال ذوي الهمم، قال فيها إن نظرة المجتمع بشكل عام اختلفت ليهم كتير، الناس بقت بتيجي تتصور معاهم وبقوا بيحبوهم. السيد الرئيس رد عليه وقال له إن الناس في مصر بتحبكوا وسعيدة بيكوا، والدعم اللي جاي من الناس ليكم أمر لا يتوقف وبيزيد. إحنا بنتحرك صحيح، مش بخطوات قوية قوي، لسه لم نصل للتقدير الحقيقي للكنز اللي ربنا بعته لنا اللي هو انتو. في إطار تقديم الدعم والمساعدة والمساندة لذوي الهمم، في إنشاء أول مجمع متكامل لرعاية أبطال متلازمة داون من ذوي الاحتياجات الخاصة، وده في مركز كفر الزيات في محافظة الغربية. في الحقيقة بيضم المجمع ده كافة التجهيزات الطبية، التجهيزات العلمية الصناعية لرعاية أبطالنا من متلازمة داون وأسر الأبطال دي بشكل مجاني. خلينا نشوف التقرير ده عن المدينة ونرجع تاني. هنا في محافظة الغربية وتحديداً من قرية إكوى الحصة بمركز كفر الزيات، بيوجد أول مشروع نموذجي متكامل في مصر والشرق الأوسط بيقدم خدمات متكاملة لدمج ذوي القدرات الذهنية الخاصة في المجتمع، وتحديداً أبطال متلازمة داون، وده بمعايير علمية عالمية. احنا عندنا فئتين فعلاً، فئة مقيمين بيقضوا الوقت كله معنا ومش بيبقوا مع أهليهم، بيجوا يزوروهم بس زيارات. وفئة المترددين دول هيجوا كل يوم بالباص، يجوا من الصبح من الساعة 8 يمشوا الساعة 3، من أول 4 سنين لغاية 18 سنة هم اللي بيجوا يتردد، لكن المقيمين في المكان من 18 سنة ل 36 سنة. المشروع اللي أطلق عليه اسم الفولك بيقدم آخر ما توصل إليه العلم لتنمية قدرات أبطال متلازمة داون، سواء الحسية أو العقلية أو النفسية أو العضلية، عن طريق أخصائيين تم تأهيلهم وتدريبهم بصورة خاصة. الطفل أول ما بيجي بيتعمل له مقابلة، المقابلة دي بتحدد الحاجات اللي هو يعني محتاج تخاطب أو محتاج يعني في أصوات عنده مش واضحة، وقتها بيتحول لعيادة التخاطب. عيادة التخاطب دي بتعمله فيها اختبارات ومقاييس لغوية ومقاييس صوت، بعدها بيتحدد بقى الحاجات اللي هو يعني ناقصاه أو واقع فيها وبنبدأ نشتغل عليها. المكان هنا مساحته الإجمالية بتتخطى 6000 متر، وبيضم قاعات مختلفة مجهزة على أعلى مستوى بتشهد أنشطة مختلفة. فبنشوف هنا مثلا قاعة لتعليم الموسيقى، وقاعة تانية لتعليم الرسم، وغيرها الكتير من الأنشطة الترفيهية والتعليمية. احنا هنا موجودين في قسم منتسوري، قسم منتسوري مسؤول عن تدريب الولاد في 7 مناهج، 7 مجالات مختلفة، الحياة العملية والحياة الحسية، حساب، كتابة، قراءة، لغة، علوم، جغرافيا، تاريخ. دي أوضة الرسم، بنطلع طاقات الولاد كلهم، وكل حد ليه ميول في حاجة بنعملها، وبنكتشف مواهبهم وبنوظفها. يعني الفن مش تلوين بس ورسم وكده، في برضو بنعمل الجبس في القوالب السيليكون، وبرضو في العلاج بالفن. كل خط الطفل بيعمله بيكون ليه تفسير، أي رسمة بيعملها بيكون ليها ترجمة، بناء عليه بنتعامل معاه وبنشوف لو عنده مشكلة في حاجة معينة بنتصرف فيها. الفولك بيقدم خدماته بالكامل مجاناً بدون مقابل لكل المصريين وبدون تمييز، عشان يكون نموذج عالمي فريد على أرض مصر. من مصر عمرو موسى.